معلومات عن الذئب العربي. هو نوع فرعي من الذئب الرمادي، وموطنه الأصلي هو شبه الجزيرة العربية إلى الغرب من البحرين، وكذلك عمان وجنوب المملكة العربية السعودية واليمن. وهو موجود أيضاً في صحراء النقب في الأردن وفلسطين وشبه جزيرة سيناء. يعيش الذئب العربي عادة في مجموعات عائلية صغيرة تتألف من زوجين وعدد من الصغار، ويتعاون أفراد المجموعة في الصيد، حيث يعد الصيد الليلي هو الأكثر شيوعاً بالنسبة لهذه الذئاب، ويفضل العيش في مناطق صحراوية وجبلية جافة ونادرة المياه، فيعتمد على مجموعة متنوعة من الفرائس مثل القوارض والطيور وحتى الحيوانات الكبيرة مثل الظباء الصحراوية. تلعب هذه الذئاب دوراً مهماً في توازن النظم البيئية، حيث تساعد في ضبط أعداد الفرائس والحفاظ على التنوع البيولوجي في الطبيعة. وللذئب العربي رمزية وحضور قوي في الثقافة العربية التقليدية والقصص الشعبية، وينظر إليه في بعض الأحيان كرمز للقوة والشجاعة والذكاء والحيطة والحذر، حيث يتصف هذا الذئب بسلوك عديدة مثل الحذر الشديد، حيث لا يثق في أحد ولا يسمح لأي حيوان غريب أن يقترب منه، والاعتماد المطلق على الذات في تدبير حياته. ويتميز الذئب عن غيره من الحيوانات بصعوبة تدجينه واستعباده، حيث يكره الأسر أو العيش في الأقفاص ويحب الحرية بشدة، ونادراً ما يشاهد في السيرك أو في أماكن خاصة كحيوان مدجن.